السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات أينما كنتم في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. أيها الإخوة الأحباب، رحبوا معي في بداية هذه الحلقة بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرمكم الله سيدي وكثر الله أمثالكم. سيدي بارك الله لنا بعمركم ونفعنا بعلمكم. سيدي، الحديث اليوم عن زهده صلى الله عليه وسلم. الزهد مفهوم يفهمه بعض الناس بشكل مغلوط، وهو ترك الدنيا، ويتمسك آخرون بالدنيا بطريقة لم يفقهوا حقيقة الدنيا. كيف نقدم لموضوع والحق وسط بين طرفين؟ نعم. لأن علة وجود الإنسان في الدنيا العمل الصالح، والإنسان القوي بماله أو بعلمه أو بمنصبه أقدر على تحقيق علة وجوده في الدنيا. إنسان قد يكون بمنصب رفيع بجرة قدم يحق حقا يبطل باطل، إنسان بدخل مالي كبير بحل مشاكل الأيتام والفقراء والمساكين والمرضى والعجزة، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، شيء دقيق جدا. بعرف بيت الأب أصيب بمرض عضال في قلبه، فتل البيت كآبة ما بعدها كآبة، الأولاد يعني شيء صعب جدا. إجا إنسان محسن تبرع بإجراء عمل جراحي لهذا الأب، زرته بعد نجاح العملية، الأطفال يكادون يرقصون فرحا. فالبطولة أن يكون لك عمل صالح تلقى الله به، وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. أنا أتصور، يعني اجتهاد مني، ما هو الثواب؟ أنت رفعت إلى الله عملا خالصا تخدم به شخصا لا ينتمي إليك أو لا تنتمي إليه، لكن قلبك الرحيم دفعك لهذا العمل، ما هو الثواب؟ يعود عليك من الله عطاء لا يصدق، السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. في عطاء التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. في عطاء يومي زوجة صالحة، أولاد أبرار، مكانة اجتماعية، موقف حكيم، حكمة في التصرفات. يعني الحقيقة لا تعد ولا تحصى، يعني فوائد معرفة الله وطاعته وتطبيق منهجه لا تعد ولا تحصى، في دخله، في إنفاقه، في علاقاته، في مكانته، في حل مشكلاته، في الأزمات، في الجوائح كما نسمع الآن، كما يقع بعض المجتمعات في ظلم شديد، في عنده رؤية، عنده موقف، عنده منهج، عنده صبر. يعني أنت أيام تعطي شك بمئة ألف ممتاز، وشك بمئتين ألف، وشك بخمسمية، لكن في شك موقع والرقم ترك لك، هؤلاء الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمع الله في أرباح طائلة، أرباح لا تنتهي. أما الإنسان ما دام غنيا يتمتع بمال وفير، بمسكن واسع، بزوجة تروق له، بسفر، بسيارة، فخطه صاعد بياني، اشترى بيت، اشترى سيارة، تسنى منصب رفيع، جمع مبلغ جيد، اشترى بيت بالمصيف، بيت على البحر، طالع طالع طالع، اجى ملك الموت للصفر للصفر. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك. لكني أقول إلا أن المؤمن خطه البياني صاعد صعودا مستمرا، والموت نقطة على هذا الخط. لذلك أهل الإيمان تعبوا واحتملوا أذى الآخرين، وامتحنوا
وابتلوا. يقول المؤمن حينما يرى مقامه في الجنة: لم أرى شرا قط. بينما أهل الدنيا الذين انحرفوا وبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، بنوا غناهم على إفقارهم، بنوا حياتهم على موتهم، عزهم على ذلهم، يكتشفون بعد فوات الأوان أن الحقيقة أنه كان خاسرا. لذلك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمتم من إله غيري، لما آمنت أدركه الغرق. فالإيمان قطعي سيكون بس بعد فوات الأوان. بالإذن كان طالب دخل للامتحان وما له دارس، أما خص صفر، إجا على البيت قرأ الكتاب فهم النص. متى فهم الدرس؟ بعد فوات الأوان، بعد انتهاء الامتحان. فالبطولة أن نعرف الله في الوقت المناسب حتى نصحح. وكلما كان الوقت شبابا كان العطاء كبيرا. نعم. إذن سيدي كأني فهمت منكم أن الزهد في الدنيا لا يعني تركها. تحدثتم عن العمل الصالح، فالزهد ليس تركا للدنيا، أن تخرج من قلبه وتبقى في يده. يده الله، هذا هو، أن تخرج في قلبه. ما دام الله كبير عنده، صلواته متقنة، غض بصره، الشاشة بالبيت، الدخل، الإنفاق، تفاصيل حياته. أما في الدنيا، الدنيا أقوى. المؤمن القوي أقرب إلى الله، عنده خيارات عالية لا. جدا، قد بحل مشكلة الأيتام، بيبني مصح، بيبني مستشفى، بأسس تعليم. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر، يعني الخبز، 3 ليال انتباعا حتى قبض. يعني أيضا لأنه قدوة الدنيا. نعم. للفقراء. نعم. والأغنياء والضعفاء والأقوياء. نعم. والعلماء والزهاد، هو قدوة للكل. نعم. فهو سيدي إذن فهم حقيقة الحياة الدنيا يعين على الزهد. نعم. بحيث لا نتمسك بها بهذا التمسك المفرط ولا نترك العمل بها. نعم. في الوقت نفسه لا بد من موقف وسط. نعم. لأنه هي الحقيقة إلى جانب آخر الدنيا. أنت بالدنيا تطعم الفقراء، تنشئ المعاهد الشرعية، بالدنيا تلبي حاجات المساكين. والله في مشاريع إسلامية وخيرية تفوق حد الخيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الزهد في الدنيا يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. نعم. يعني إذن الغرب أخذ بالأسباب أخذا مذهلا، المسلمون لم يأخذوا بها، أخذ بالأسباب واعتمد عليها، وقع في الشرك الخفي. المسلمون لم يأخذوا بها. أما البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. طبعا أما أني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله. لا. سيدي بعض الناس اليوم مظهر الزهد في أذهانهم أنه شخص ذو ثياب متسخة ممزقة، ربما يجلس على قارعة الطريق، شعره غير مرتب، يقول هذا زاهد في الدنيا. هذا يتناقض مع هذا الدين العظيم. لا. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكون شامة بين الناس. هذا المنهج الإلهي. نعم. والمؤمن القوي بهندامه. نعم. ببيته في أناقة، ما في بذخ ولا في أشياء يعني غير مقبولة، بس في أناقة، في تناسب ألوان، في ثياب معقولة يعني وسط، ما في ثمن باهظ ولا في شيء يعني يزدري الإنسان. نعم. فالبطولة أن نكون من أهل الوسط، يعني الوسط قمة الكمال الوسط. لا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل اللي يعني شعره غير مرتب قال: أما وجد هذا ما يهذب أو يهذب. أعرف إنسان يعني اشترى فندق في باريس 80 طابق ممتلئ دائما، في اليوم الثاني هناك مشكلة في نقل الملكية، جاءته جلطة ومات. فالدنيا تنتهي بجلطة بفشل كلوي، أما الآخرة مديدة. فهو الذكاء والنجاح أن تعمل للآخرة.
نعم، نعمل يعني في الدنيا للآخرة. نعم. دون أن نعلق قلوبنا بهذه أن الدنيا. تربط الدنيا بالآخرة. نعم. يعني الآخرة مكانها باهتمامك بالدنيا بالعمل الصالح. نعم. هم متكاملتان. نعم. وكما تقولون الدنيا تغر وتضر وتمر. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدنا فيه بصحبتكم إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، راجيا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.